المحول الكهربي جهاز لرفع او خفض الجهد المتردد، شكله الخارجي قلب شرائح معزولة من الحديد المطاوع لتقليل التيارات الدوامية والحرارة المفقودة. لاحظ شكله. ملف ابتدائي لدخول التيار المتردد، ملف ثانوي لخروج التيار الناتج. اذا انواع المحولات. فكرة عمل المحول: عند دخول التيار في الملف الابتدائي التيار المتردد يتولد فيضا مغناطيسيا متغير خلال الشرائح المعزولة، لينتقل هذا الفيض خلال الشرائح إلى الملف الثانوي، ونتيجة عدد لفات الملف الثانوي التي تعمل تغير لخطوط الفيض أو تغطية لهذه الخطوط المتغيرة، فيتولد قوة مستحسة في الملف الثانوي، وتكون القوة الدفع المستحسة الناتجة تعتمد على عدد ملفات الملف الثانوي. فكلما كان عدد لفات الملف الثانوي أكثر فكان محولا رافعا، وكلما كان عدد لفات الملف الثانوي أقل كلما كان محول خافضا. إذن يمر الفيض المغناطيسي المتغير خلال شرائح القلب إلى الملف الثانوي لتتولد قوة مستحسة في الملف الثانوي تتناسب طرديا مع عدد لفات الملف الثانوي. إذن لرفع أو خفض الجهد يعتمد على عدد لفات الثانوي، فإذا كان أكثر فأصبح محول رافعا، وإذا كان أقل فيصبح محول خافضا. لاحظ عدد اللفات. فإذا هنا جهد الملف الثانوي على جهد الابتدائي يساوي عدد لفات الثانوي على عدد لفات الملف الابتدائي. هنفترض أن عدد الملفات في الملف الثانوي تساوي عدد لفات الابتدائي، إذن جهد الملف الثانوي سيكون مساويا جهد الملف الابتدائي، ولكن في هذه الحالة يسمى المحول ليس رافعا أو خافضا، بحيث يبقى جهد الداخل هيساوي جهد الخارج. ولكن إذا كان عدد لفات الملف الثانوي أقل، 5 لفات من الملف الثانوي، فيكون جهد الثانوي على جهد الابتدائي نص، أي يكون محول خافضا إلى النصف. إذن محول خافض إذا كان عدد لفات الثانوي أقل من عدد لفات الملف الابتدائي. ولكن إذا كان عدد لفات الثانوي أكثر وليكن ضعف الابتدائي، يكون جهد الثانوي على جهد الابتدائي ضعف الملف الابتدائي، ويسمى في هذه الحالة محول رافع لأن عدد لفات الثانوي أكثر من عدد لفات الابتدائي. فكفاءة المحول هي النسبة بين قدرة الملف الثانوي إلى